بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 73. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في ذكر الأحاديث الدالة على وجوب مخالفة المشركين، وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمن الأمور التي نهينا عن التشبه بالمشركين فيها أن نأكل في صحاف الذهب والفضة وأن نشرب بها، كما في حديث حذيفة الذي أورده الشيخ رحمه الله، قوله: فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا دليل على تحريم تشبه بهم في هذا الصنيع، وهو اتخاذ أواني الذهب والفضة للأكل والشرب، فيكون هذا علة في تحريم الأكل والشرب في صحاف وأواني الذهب والفضة، علاوة على ما في ذلك من الإسراف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وما في ذلك أيضا من تضييق العملة على المسلمين، إلى غير ذلك من الأسرار التي يشتمل عليها هذا النهي. لكن من أبرزها ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها لهم يعني الكفار في الدنيا يستعملونها، وليس معنى ذلك أنها مباحة لهم، وإنما هم تجرأوا عليها واستعملوها، فلا نتشبه بهم في ذلك. وأيضا هذا يشمل استعمال الذهب والفضة في الأكواب، واستعمالها على الأبواب أو في السقوف، أو حتى ما يفعله أهل البذخ استعمالها في المراحيض وكراسي المراحيض ومقود السيارة أو مفاتيح السيارة، كل هذا منهي عنه، لأنه يدخل في الإسراف والبذخ والكبر وإنفاق المال في غير حاجة وغير مصلحة معتبرة. نعم. هل يلحق بالذهب أحجار كريمة غالية أحيانا مثل الألماس؟ ما يزاد على ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الذهب والفضة، الحمد لله. وما عدا ذلك فهو باق على أصل الإباحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا
مما يدل على تحريم التشبه بهم في الملابس، في لون الملابس، فإذا كان الكفار يتخذون لونا خاصا في ملابسهم فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في ذلك، بنص هذا الحديث. والمعصفر هو المصبوغ بمادة العصفر مما يجعل له لونا خاصا غير اللون المعتاد في الثياب. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك. نعم، هو صلى الله عليه وسلم علل النهي بأنها من ثياب الكفار، قال: فإنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. فقوله إنها من ثياب الكفار هذا هو العلة في النهي عنها، فدل على أن ثياب الكفار الخاصة بهم لا يجوز لنا أن نتشبه بهم في ذلك، بحيث من رأى لابسها لا يفرق بينه وبين الكافر. نعم، قال: كما أنه في الحديث قال إنهم سواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقه في الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك. نعم، في الحديثين هذا النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة لأنهم استباحوها، وإلا هي حرام على الجميع. وأما على اللباس فهذا مما اعتادوه، فنحن نتجنب ما استباحوه ونتجنب ما اعتادوه وصار سمة بارزة لهم. نعم، كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. يستمتعون، يعني هذا دليل على أنهم أخذوها أو استعملوها لأجل الرفاهية والمظاهر، فهي من المتعة وزهرة الدنيا. نعم، قال: ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. كذلك الكفار لا يتقيدون بحلال وحرام، فالمسلم له ضوابط يسير عليها من جهة الشرع. لا شك أن الأصل في الملابس والمآكل والمشارب الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه أو كان من خواص الكفار فإننا نتجنبه منعا للتشبه بهم. نعم، قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. نعم، وهذا الحديث فيه توجيه من عمر لقائد الجيش وهو عتبة بن فرقد بأن لا يختص بشيء دونهم من الأكل والشرب والمنافع، وإنما يساويهم بنفسه، وهذا من العدل، وهذا فيه منع الأثرة، فيه منع الأثرة لمن تولى على ناس أنه يساويهم بنفسه، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل كان هو صلى الله عليه وسلم يجوع ويشتد جوعه، ولو شاء لسارت له الدنيا ذهبا وفضة، ولو شاء لملأ بيته من الأكل والشرب، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول: أجوع يوما وأشبع يوما. فهكذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي المسلم أن يكون متواضعا في أكله وشربه ولباسه، وإذا أغناه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يسرف في هذه الأشياء، وإنما يعتدل فيها.
هو لا يحرم نفسه من اللذة والمتعة، لكن يكون هذا بمقدار وفي أوقات، ويكون هذا على وجه ليس فيه إسراف، قوله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. نعم، فهذا هو الهدي. لكن الشاهد في قول عمر رضي الله عنه: وإياكم وزي الأعاجم. هذا هو الشاهد من الحديث، أننا نتجنب زي الأعاجم الخاص بهم في لباسهم، في مشيهم، في عاداتهم وتقاليدهم، من أجل أن يتميز المسلمون عن الكفار، ويترفع المسلمون عن أخلاق الكفار، وعن لأن التشبه بهم في الظاهر كما سبق يدل على محبتهم في الباطن، وإلا لما تشبه بهم، فقطعا لذلك نهينا عن التشبه بهم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجم فخرج، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث عن هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، لما رأى شيئا من زي العجم في هذا البيت انصرف ولم يدخل، لأنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم منع التشبه بالكفار، وكان الصحابة وأهل العلم وأهل الإيمان لا يتساهلون في شيء من هذه الأمور، ولا يجارون الناس على ما هم عليه، بل كانوا يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سادوا الدنيا وسادوا العالم، ولو أنهم تساهلوا شيئا فشيئا لضاعت الأمور وانطمست ميزة الإسلام والمسلمين، وتسلط الأعداء عليهم بسبب أن المسلمين يكونون تبعا لهم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج، فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس، زي المجوس. نعم، وهذا الإمام أحمد رحمه الله لما دخل، جاء في دعوة ودخل، رأى شيئا من المنكر، وهو تحلية الكرسي بالفضة، فقال: إن هذا من زي المجوس، والمجوس هم عبدة النار من الفرس وغيرهم ممن اقتدى بهم. ونحن نهينا عن التشبه بأهل الكتاب وبالمجوس وبالجاهلية وبالأعاجم على وجه العموم، ليتميز المسلمون ويكون لهم الكيان القوي، ويكونون متبوعين وليسوا تابعين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأيضا هذه القصة فيها إنكار المنكر، فإن أحمد رحمه الله لما رأى هذا المنكر في هذا الحفل أو هذا الاجتماع أو هذه الدعوة انصرف ولم يجامل أو يسكت، بل انصرف وأبدى السبب في انصرافه، وهو أنه رأى منكرا، فهذا فيه أنه لا ينبغي السكوت عن المنكرات التي في الحفلات اليوم وقصور الأفراح وما أكثرها، وأن طالب العلم بالذات أنه ينبغي أن ينكر هذه الأشياء، فإذا لم تزل فإنه لا يجلس، بل ينصرف، ويكون في هذا سلامة لذمته، ويكون في هذا نكاية بصاحب الدعوة. ولو أن الدعاة وطلبة العلم والعلماء فعلوا هذا لارتدع كثير من الناس، ولكن يأتون ويجاملون ويجلسون، فانطمست الأمور وصارت عادية، صارت الأمور عادية. نعم، يقول: أنكر بقلبي. ما بلغ المرتبة هذه؟
الإنكار على ثلاث درجات: ينكر بيده إذا كان له سلطة فيزيل المنكر بيده، إذا لم يكن له سلطة فإنه ينكر بلسانه، يبين ويحذر ويبلغ، فإذا لم يجدي فإنه ينكر بقلبه، لا يستطيع بيده ولا بلسانه، ينكر بقلبه، وإذا أنكر بقلبه فإنه لا يجلس، لو أنكر بقلبه ما جلس، لكن إذا جلس هذا الدليل على أنه لم ينكر بقلبه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وفي رواية صالح ابن الإمام: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم. نعم، هذا الإمام أحمد يروي عنه ابنه صالح رحمه الله أنه كان هذا هديه وطريقته عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا جاء إلى اجتماع أو إلى دعوة ورأى فيها شيئا من المنكرات فإنه لا يجلس، لأنه قدوة، فلو جلس لتساهل الناس واقتدوا به، فكان من إنكاره أنه لا يجلس وينصرف. نعم. قول ستر الجدران، ستر الجدران هذا فيه تفصيل، إذا كان للحاجة كان يستر طاقة في الجدار أو كوة يعني ينفذ منها تنفذ منها الرؤية، أو يتأذى بما ينفذ منها بكشفها، فإنها تستر لا بأس، لأن هذا للحاجة، قد فعلته عائشة رضي الله عنها، قد سترت سهوة لها بقراب، الرسول أنكر الصور ولم ينكر ستر السهوة. وأما إذا كان من باب ستر الجدران، إذا كان من باب الرفاهية والزينة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما هذا خاص بالكعبة المشرفة هي التي تستر وتكسى، أما الجدران فلا تكسى ولا. نعم. وإذا قيل إنها باردة شديدة البرودة وتستر بنوع رديء من الفروش يلبس مثل ما تلبس البلاط الأرضية على الجدار، هذا لحاجة. لحاجة، نعم، هذا لحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال. نعم، لو تتبع، يقول الشيخ رحمه الله هو من بداية الكتاب إلى هذا الموضع، وهو يسرد النصوص الواردة في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، ثم في النهاية يعتذر ويقول: لو تتبعت هذا لطال، فدل على أن عنده خزينة مملوءة بالعلم من كتاب الله وسنة رسوله والآثار وأقوال أهل العلم، لكنه خشي أن يمل القارئ، خشي أن يمل القارئ فترك الكثير، فهذا دليل على تبحره رحمه الله في العلم، ودليل على مراعاة أيضا حال القارئ وحال المتلقي، أن العالم يرفق بطلابه ويرفق بالحاضرين ولا يطيل عليه، ويرفق بالقراء أيضا، لأنه لو طال الكتاب لما قرأه إلا القليل، أما إذا كان مختصرا ومركزا فإنه يقرأه الناس ويستفيدون منه، فهذا فيه دليل على مراعاة أحوال الذين يقرؤون الكتب، لأن تراعى أحوالهم ويتمشى معهم بالخطوات. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل وأما الإجماع فمن وجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين الإجماع. نعم. لما ذكر دلالة الكتاب والسنة وهما الأصلان الأساسان في أصول الأدلة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق أهل العصر، اتفاق علماء العصر على حكم في نازلة معينة، إذا اتفق علماء العصر على حكم في نازلة معينة فإن إجماعهم حجة، ولا الإجماع يقولون على قسمين: إجماع قطعي وهو الإجماع القولي بأن تتوارد أقوال علماء العصر على تحريم شيء أو إباحة شيء، فهذا إجماع قولي،
هذا قطعي، والثاني إجماع سكوتي، وهو أن يفتي أحدهم أو بعضهم ثم يسكت الآخرون بعد بلوغ هذه الفتوى أو هذا القول لهم ولم ينكروه، فهذا إجماع سكوتي وهو أقل من النوع الأول. والإجماع حجة قاطعة بدليل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل للإجماع، فما أجمع عليه المسلمون إجماعا قوليا فإنه حجة قاطعة لا تجوز مخالفتها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والإجماع لا بد أن يكون له دليل من الكتاب والسنة، ليس هو دليل مستقل، ولكنه مبني على دليل قد يخفى على الناس، فهو مستند إلى دليل، ويكون الدليل خفيا على كثير من الناس. نعم. قال: وأما الإجماع شيخ، الإجماع هل له حد زمني؟ أن يقال إجماع القرون الثلاثة المفضلة؟ نعم، لا شك أن كل ما تقادم الزمن وقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الإجماع يكون فيه أقوى بلا شك. نعم. يعني قد يقال مثلا في بعض المسائل أنه خالف فلان من علماء المئة الرابعة أو الخامسة، هل يعد ذلك خرما للإجماع؟ إذا تم الإجماع فلا أحد يخالفه، لا أحد يخالف الإجماع. مثال صلاة الجماعة، يقول غير مجمع على وجوبها، غطاء الوجه غير مجمع على وجوبه، خالف رجل في المئة الثالثة أو الرابعة بعد القرون المفضلة، يعني هل نجمع حد من جاء بعده لا ليس معتبرا مخالفته؟ إذا كان إجماعا، إذا كان إجماعا قوليا فإنه لا تجوز مخالفته، إجماع القولي ويتبع غير سبيل المؤمنين لا تجوز مخالفته. أما إذا كان إجماعا ظنيا فهذا محل نظر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فمن وجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم. نعم. وأما دلالة الإجماع على تحريم التشبه بالكفار فما فعله عمر رضي الله عنه في خلافته من أنه وضع شروطا لأهل الذمة يلتزمون بها لتكون فارقة بينهم وبين المسلمين في لباسهم وفي ركوبهم وفي جلوسهم وفي أمور سيذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. قال: شرطوا على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا. أن نوقر المسلمين هذا واحد، ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس. نعم، هذا الكفار يلتزمون بهذا، هذا شرط من شروط عقد الذمة أن يوقروا المسلمين ويحترموهم ولا يتجرؤوا على إهانة أحد من المسلمين، وأنهم من تقديرهم للمسلمين أنهم يقومون لهم من المجالس ويجلس فيها المسلم، يقومون لهم من مجالسهم توقيرا لهم، فالمسلم يقدم في المجالس وفي الطريق وفي الدخول والخروج، قدم المسلم على الكافر. نعم. ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه إذا أرادوا الجلوس، أما أن يقوموا لهم وهم لا يريدون الجلوس وإنما مروا فهذا محرم، لا يجوز القيام لشخص من باب الاحترام، وإنما يقام له لغرض صحيح. نعم. ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، ولا يتشبه أهل الذمة بالمسلمين بشيء من لباس المسلمين، بل تكون ملابس المسلمين متميزة وملابس الكفار خاصة بهم، والله المستعان. الآن الذي ليس فيه تشبه
هذا لا يكون رائقا عند الناس من الملابس وغيرها. نعم. والشكل شكل الجسم وشكل الشعر كل شيء عند كثير من الناس الآن ليس فيه تشبه فإنه لا قيمة له، وإنما التسابق والقيمة هو في التشبه بالكفار، أيهم يكون أسبق وأيهم أحذق في التشبه بالكفار، هذا هو الذي يعتبر المتقدم والراقي والحضاري إلى آخر ما يقولون. نعم. قال لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قلنسوة أو عمامة أو نعلين. القلنسوة ما يلبس على الرأس خاصة، ما يلبس على الرأس خاصة، فيكون هناك فارق بين ما يلبسه المسلم على رأسه وما يلبسه الكافر على رأسه، بحيث إذا رأيته ولو لم ترى وجهه تعرف أنه ذمي أو أنه مسلم أو أنه مسلم. ولا عمامة وهي ما يلف على الرأس. القلنسوة تلبس على الرأس لبس لأنها منسوجة أو مخيطة على قدر الرأس، وأما العمامة فإنها تلف على الرأس لفا، وهذا من خصائص المسلمين، وهي من عادات العرب التي أقرها الإسلام، فلا يترك أهل الذمة يلفون العمائم على رؤوسهم كما يلفها المسلمون أو يلبسونها كما يلبسها المسلمون. نعم. أو نعلين. نعم. أو فرق شعر. أو نتشبه بهم في النعال. قد سبق لنا نوع من هذا، النعل الصرار والنعل، أننا لا نلبس النعال التي يلبسها هؤلاء خاصة بهم. أما النعال المشتركة التي ليست خاصة بهم فلا بأس من لبسها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. بقي تفصيل في هذه الشروط، ندعوها إن شاء الله للحلقة القادمة لتصرم وقت هذه الحلقة دون ذلك. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.